لا يهم إن كنت تجيد الرسم بهذه الفرشاة والألوان، فقط كل ما عليك هو أن تمسك بها وترسم ما يخطر على بالك. فالهدف كما تقول شيماء يوسف ليس إبداع لوحات تبهر الآخرين، ولكنها وسيلة للعلاج النفسي. دايما بيبقى أول لوحة هي مرحلة التردد، أطلع إيه يعني المفروض أعمل إيه في مجرد ما بتفضلي تقعدي تشجعيه طلعه خلاص، شخبط شخبط شخبط، فتلاقيه على تالت لوحة بدأ يفك. بعد ما رسم إيه اللي طلع في الرسومات دي؟ بناء على أول جلسة اللي هي التحليل الشخصية اللي طلع من خلال الرسومات، بنبتدي نحط خط واضح للطريق اللي إحنا هنمشي فيه مع بعض، لو هو محتاج إن هو يكمل الطريق. في ناس بتيجي هو مجرد التحليل اللي هو طلعه مريحه. ورغم عدم الاعتراف بهذا الفن العلاجي في مصر، فقد أقبلت شيماء على تعلمه ومعرفة أسراره على يد طبيب نفسي سبقها إلى استخدام فن الرسم في علاج مرضاه ومساعدتهم على الشفاء من آلامهم. في ناس بتيجي عندها مشاكل شخصية بتبان في خلال من خلال الرسم، هو حاطط نفسه أو معبر عن وجوده في الحاجات اللي حواليه إزاي، هو احساسه ايه ناحيه نفسه، احساسه ايه ناحيه العالم اللي حواليه، قيمته، علاقته بالاخرين. وبعد كده بنبدا نشوف طيب الاساسيات دي فيها مشاكل، طب المشاكل دي تتحل ازاي، ونبتدي نستخدم الرسم برضو كوسيله لان احنا نتابع تطور الوعي بتاعه. اقبال غير متوقع شهدته ورش الرسم التي تنظمها شيماء. اما رواد هذه الورش فهم ينتمون لمختلف الاعمار وشرائح المجتمع، ممن اتعبهم البحث عن وسيله فعاله لمشاكلهم ومتاعبهم. روتين الشغل كل يوم نفس الحاجة بتعمليها، كل يوم نفس المكالمات، كل يوم نفس الناس اللي بتشوفيهم، في الآخر بتحسي بضغط، بتحسي ان انت مش عايزة تعملي ده تاني. فبدل ما توصلي للمرحلة اللي انت تقولي لا that's it، انا هعمل حاجة تنزل المشاعر المضايقاني دي وابدأ اعمل حاجة مريحاني. الواحد حاسس ان هو كل ما بيكبر كل ما عليه ضغط، ودايما الناس اللي حواليا نيجاتيف وكده، فعايزة اللي هو اتعامل بروح الطفولة. الواحد كان بينطلق وبيعمل اي حاجة هو عايزها، فعايزة اخد بوزيتيف اكتر وعايزة اكمل في الحياة احسن. حسيت براحة وحسيت ان انا عايزة ان انا بقى ابدأ بقى حياة جديدة، يوم جديد بانرجي بقى جديدة وكده. بعد العلاج بالموسيقى والعلاج بالمعادن وغيرها من طرق العلاج البديلة، يأتي العلاج بالفرشاة والألوان. ولكن ما بين التشكيك في قدرات هذه الطرق على الشفاء والتأكيد على فعاليتها، ينقسم الناس بين رافض أو متحمس لها.